السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ وكيف أصبحتم؟ بخير؟ هيا نقرأ معا. أكل أكل تو أكل تو خب زن خب زن خب زن طا زجن طا زجن. هيا نقرأها معا مرة أخرى. ها هيا مستعدون؟ أكل تو أكل تو خب زن خب زن طا زجن طا زجن. هيا نقرأها مرة أخرى. أكل تو خبزاً طازجاً. ممتاز، أحسنتم. اتفقنا يا صغاري، عندما آتي لأحلل أي كلمة أبحث عن كم شيء؟ ثلاثة. ما هي ثلاث أشياء التي أبحث عنها؟ سكون، شدة، مد ألف أو واو أو ياء. حلل يعني فكك الكلمات. حلل يعني فكك الكلمات. هيا معا نبدأ بكلمة أكلت. كلمة أكلت يا معلمتي، هل يوجد بها شدة حرفان؟ لا. هل يوجد بها مقطع ساكن؟ نعم يا معلمتي، يوجد بها مقطع ساكن كل. مقطع ساكن كل، الحرف الساكن لام، في دائرة وفي مربع واحد. ماذا سنضع في المربع الأول؟ ألف فتحة آ. من في المربع الثاني؟ من في الدائرة؟ كل، في دائرة وفي مربع واحد. من في المربع الأخير؟ تاء ضمة في آخر الكلمة، لديها ذراع واحدة. أحسنتم. هيا نحلل معا كلمة خبزا. هيا، هل يوجد في كلمة خبزا مد؟ لا يا معلمتي لا يوجد. هل يوجد بها شدة؟ لا. هل يوجد بها مقطع ساكن؟ نعم، مقطع ساكن خب، الحرف الساكن باء، خب. ها ماذا سنضع في المربع الثاني؟ زن يا معلمتي، أحسنتم، زن، خب زن. رائع يا صغاري. ها هي الكلمة الأخيرة، طا زجن. ها هل يوجد في الكلمة طازجاً مقطع ساكن؟ هل يوجد؟ لا لا يوجد. هل يوجد شدة؟ لا لا يا معلمتي. هل يوجد مد ألف؟ انظروا جيداً، هل يوجد مد ألف؟ نعم، حرف المد ألف، حرف ممدود طاء. كيف أنطقهما معاً؟ طاء، في دائرة وفي مربع واحد. طب معلمتي، هل يوجد في كلمة طازجاً مد ألف أيضاً؟ لا، هذه مد ماذا؟ أجد فتحتين فوق الجيم، إذن هذا ليس مد ألف، هذه عصا التنوين، صحيح؟ إذن طازجاً يوجد بها مد ألف، حرف ممدود طاء، في دائرة وفي مربع واحد. من في المربع الثاني؟ ها زاء، أحسنتم، طازا. من في المربع الأخير؟ هيا صغاري أحسنتم، جن، رائع، طا ز جن. ممتاز. هيا نتذكر معا، أخذنا بالأمس تنوين الفتح. نتذكر الأرنب أرنوب عندما جاء للباء وقال لها لماذا أنت حزينة؟ قالت الباء للأرنب، ها أنا لا أستطيع أن أحمل تنوين الفتح فوقي، فتنوين الفتح يحتاج إلى عصا. لماذا؟ لأن قدم التنوين الفتح كسرت، فيحتاج إلى عصا لكي يستند عليها. أعطى الأرنب أرنوب العصا للباء فأصبحت بن، باء فتحتان بن. ممتاز، أحسنتم. ولكن تنوين الفتح عندما يتعب من الوقوف والاستناد على العصا يجلس على الكرسي. ما هي الحروف التي يجلس عليها تنوين الفتح دون أن يستخدم العصا؟
تاء المربوطة، الهمزة، والألف. أحسنتم يا صغاري، هيا نقرأ معا بعض حروف اللغة العربية مع تنوين الفتح. باء فتحتان، بن. خاء فتحتان، خن. سين فتحتان، سن. ظاء فتحتان، ه. ظن. كاف فتحتان، كن. واو فتحتان، ون. هي أسألكم وأنتم أجيبوا. تاء فتحتان، تن. رائع. دال فتحتان، أحسنتم، دن. شين فتحتان، شن. ممتاز. عين فتحتان، عن. ممتاز. لام فتحتان، لن. ياء فتحتان، ين. ممتاز، أحسنتم يا صغاري. أما الآن هيا نقرأ ونحلل ونكتب معا بعض الكلمات. مستعدون؟ أحسنتم أبنائي الأبطال. ور دن، ور دن، وردن. عندما آتي لكي أكتب كلمة ورد، الواو في أول الكلمة يا معلمتي. هل لديها أي ذراع؟ لا، هي تجلس وحيدة لأنها من الحروف الحزينة. ذكروني، كم عدد الحروف الحزينة؟ 6. ألف واو، دال ذال، راء زاي. عندما تأتي أول الكلمة تجلس وحيدة، تمسك من قبلها. هل يوجد أحد قبل الواو؟ لا يا معلمتي. هل تمسك من بعدها؟ هل تمسك الراء؟ لا يا معلمتي. إذن الواو تجلس وحيدة. ها، من جاء بعد ذلك؟ الراء. لا تستطيع أن تمسك الواو. هل تمسك الدال؟ لا، ذراعها مكسورة. والدال نفس الشيء، حزينة، لا تستطيع أن تمسك الحرف الذي بعدها. ممتاز، هيا نحلل كلمة وردا. أولا، أين تنوين الفتح؟ تنوين الفتح على أي حرف؟ الأول أم الوسط أم في الآخر الكلمة؟ ها، آخر الكلمة، أحسنتم. عندما أحلل كلمة ورد، ماذا سنضع في المربع الأول؟ مقطع ساكن، ور. الحرف الساكن راء، في دائرة وفي مربع واحد. ممتاز. من في المربع الثاني؟ دن يا معلمتي، أحسنتم. هل أضع الدال وحدها والألف وحدها أم معا؟ معا. هل تستطيع أن تستند تنوين الفتح، أن تقف دون أن تستند على العصا؟ لا يا معلمتي. إذن أضع الدال مع ألف التنوين. ممتاز. ور دن، وردة واحدة، ورد كثير، أحسنتم. هيقرأوا معي الكلمة الثانية. عي، عي. ها، هل أنطق العين وحدها أم أنطق العين دون الطاء سكون؟ لا، أنطقها معا، مقطع ساكن. حسنا، كيف أنطقها يا صغاري؟ ها، من سيخبرني؟ عط، عط. أحسنتم، عط رن، عط رن. ممتاز يا صغاري، أحسنتم. هيا نحلل معا كلمة عطرا. مقطع ساكن عط، الحرف الساكن طاء، في دائرة وفي مربع واحد. من في المربع الثاني؟ ها، رن يا معلمتي. ممتاز، إذن عطرا. ها، عطرا، عطرا، أحسنتم يا صغاري. ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى في هذه الصورة يا معلمتي صديقان، صحيح؟ إذن أنا أحب صديقي. هيا نقرأ الكلمة. ص، ص، دي، ص، دي، قن. ص، دي، قن. صديقا. هيقرأوها معي مرة أخرى. ص، دي، قن. صديقا. عندما أحلل كلمة صديقا يا معلمتي، هل يوجد مقطع ساكن؟ لا. هل يوجد شدة؟ لا. هل يوجد مد ألف؟ لا يا معلمتي. مد واو؟
لا. هل يوجد مد ياء؟ نعم، حرف المد ياء، حرف ممدود دال، في دائرة وفي مربع واحد. هيا نحلل. ماذا سنضع في المربع الأول؟ صاد فتحة ص في أول الكلمة. من في المربع الثاني؟ من في الدائرة؟ دال كسرة مد ياء دي. من في المربع الأخير؟ قاف فتحتان قن، التنوين بالفتح جاء على الحرف الأخير وهو القاف. ممتاز يا صغاري. وجمع صديق أصدقاء. ممتاز. هيا نقرأ الكلمة التي تليها. دف 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 تا دف تا رن دف ترن دف ترن. أنا لدي دفتر للإملاء ولدي دفتر للواجبات أحل فيها واجباتي المدرسية، صحيح؟ وجمع دفتر دفاتر. هيا نحلل معا الكلمة. ماذا سنضع في المربع الأول؟ مقطع ساكن دف، الحرف الساكن فاء، رائع. من في المربع الثاني؟ تاء فتحة تاء في وسط الكلمة يا معلمتي. لديها ذراعان، هي من الحروف السعيدة. أحسنتم. من في المربع الأخير؟